رح نبلش أولى محطاتنا الصباحية نرمين، ويمكن كتير بنحاول نحكي عن الأمور النفسية. صحيح. وخاصة بهي الظروف، لأنه الإنسان لما ما بيكون مرتاح نفسيا ما بيقدر ينتج ولا بيقدر يشوف أي شيء ظريف وحلو بالحياة. صحيح. لما بتتنامى المشاعر السلبية بداخل أي إنسان بالعموم بتزداد يوم بعد يوم، وبتتحول لطاقة سلبية وهاجس مزعج ممكن ما يفارق صاحبه. بهالحالة بيتحول الإنسان لأسير للمشاعر السلبية. صحيح سلمى، ودائما بتكون البوصلة ونقطة الانطلاق هي التصالح مع الذات. لما نتصالح مع الذات أكيد نحن قادرين نتصالح مع محيطنا، ونقدر نتعامل معه بإيجابية أكثر، وخصوصا وسط صعوبات الحياة وضغوطها. كيف ممكن مع بداية هذا العام الجديد نتصالح مع ذاتنا؟ شو هي الوسائل والطرق، وكيف رح ينعكس هذا على حياتنا بشكل إيجابي؟ كله رح نناقشه اليوم مع ضيفتنا اختصاصية علم النفس سلام قاسم. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحك يا رب، وان شاء الله هيك هي سنة جديدة، سنة خير ومحبة ان شاء الله. جميع. يا رب. وكل عام وانتم بخير وسوريا كلها بخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، الانسان لما ما بيكون قادر يتصالح مع اي نوع من المشاعر الموجودة جنبه او بداخله بالذات، وهي المشاعر السلبية، يمكن بيقلب هذا الموضوع لبصير جلاد على نفسه بكل الأوقات. خلينا نحكي أكثر مفهوم التصالح مع الذات. إيمت الإنسان قادر يتصالح مع ذاته ويتقبل فيني أقول المصاعب، الظروف، الكوارث بحلوة وبمرة؟ كثير من الشخصيات بالعالم بيعانوا من الاضطرابات النفسية، بيعانوا من الأفكار السلبية يلي هي بتسيطر على شخصيتهم، وهي الأفكار السلبية بتخليهم أبعد ما يكون من التصارح مع الذات. في الحقيقة التصارح مع الذات هو أنه أنت تتقبلي نفسك، أنه تتعاملي مع نفسك بأريحية بدون أي أفكار خارجية، بدون أي بهرجة، بدون أي صورة ترسميها لحالك، تتعاملي معها بشكل طبيعي جدا، تتقبلي العيوب كجزء من الشخصية، نتعامل مع الأفكار اللي موجودة عنا كجزء من شخصيتنا، نحاول نتقبل النقاط الضعف ونقاط القوة، ونشتغل على نقاط الضعف لحتى تصير أفضل. في الحقيقة التصارح مع الذات هو نقطة البداية نحو تطوير الذات. لما الإنسان بيكون متصارح مع نفسه بيحسن يعمل كتير شغلات بتخليه إنه إنسان واقعي منطقي، يحسن يكون مرتاح بكل تعامل. التصارح مع الذات في الحقيقة هو بياخد كتير أشكال، بياخد تصارح مع المظهر الخارجي. كتير من الناس ما بتكون مقتنعة بمظهر الخارجي، فهذا المظهر الخارجي بجوز بعض الأمور قادرة للتغيير، بالإمكان تغييرها، مثلا زيادة وزن أو غيرها، ولكن في أمور معينة ما فيك تغيريها، مثلا لون البشرة، الطول، مثلا هالأمور هي لازم إنسان كله صار يتغير عم يطولوا حالهم. فكمان من التصارح، من أشكال بياخد التصارح مع البيئة يلي الإنسان عايش معها. لحتى يكون متصارح مع ذاته لازم يتصارح مع بيئته، يعني يتقبل الوضع اللي هو عايش فيه، يتصارح مع الماضي، مع مشكلات الماضي، مع حياته السابقة، لحتى يحسن تكون عنده حياة متطورة. ولحتى يتصارح مع ذاته بياخد هالتصارح هذا أشكال متعددة. لازم تكون الابتسامة ظاهرة، الابتسامة العريضة اللي موجودة على الوجه بشكل استمرار مستمرة، هي الابتسامة بتعطيه طاقة إيجابية، إضافة لأنه هي دليل واضح أنه ما عم يحكي مشاكله للآخرين، عم يحاول هاي المشاكل اللي موجودة عنده يحتفظ فيها لنفسه، ويحاول أنه يحلها بطريقة معينة عن طريق التصارح مع الذات. التصارح مع الذات يقتضي التقبل، يقتضي التسامح، أنه نحن نتقبل حالنا مثل ما نحن بدون أي تغيير. إذا ما لنا حسنانين نعدل الشيء الضعيف يلي موجود عنا، نتقبل هذا الشيء بدون ما ينعكس سلبا علينا. التصارح مع الذات بيقتضي أنه نحن نتخلص بشكل أساسي من المشاكل أو من المشاعر السلبية يلي بتسيطر علينا، وهذا التخلص بيكون عن طريق التوافق ما بين المشاعر، ما بين المشاعر وما بين السلوك، ما بين المشاعر والاندفاعية اللي بتكون موجودة، ما بين الرغبات والحدود اللي ممكن تنوضع. هذا التقبل بيعطي نوع من الرضا، هذا الرضا هو الرضا النفسي عن الشيء اللي عم يعمله الإنسان، فبيعطيك قوة. التصارح مع الذات بيكون بياخد شكل من أشكال التفاؤل،
بيكون متفائل، عنده إيمان بالمستقبل إنه القادم أحسن. التصارح مع الذات بخلي الإنسان يتصارح مع الآخرين، لأنه ما فيك تتقبلي الناس اللي حواليك إذا ما كنتي متصارحة مع نفسك. بالمقابل ما فينا نتقبل نفسنا إذا ما كنا متصارحين مع الآخرين. أنا لما بتصارح مع الآخرين مو معناتها أنا لأني بحبهم متصارحة معهم، لا، بس بكل بساطة لأنه أنا ما بكرههم. فهذا الشيء بيعطيكي راحة، بيعطيكي شعور بالهدوء النفسي. فالتصارح مع الذات هو بناء للشخصية، هو تكوين. هذا التكوين بخليه الإنسان أنه إنسان تاني، بخليه إنسان قوي، إنسان شخصيته قوية، إنسان قادر أنه يكون له شيء بالمستقبل. يعني عم نحكي فينا نقول فوائد التصالح مع الذات، ولكن أحيانا ممكن نشوف نماذج بالحياة بيكون موضوع تصالح الذات جاي بطريقة عكسية. يعني عنده طبع معين بيقول لك أنا هيك طبعي هيك، أو أنا مرتاح مع حالي هيك، ولكن هذا الشيء ممكن يكون عائق قدام تطوره إذا بدنا نقول، أو تغيير شيء ممكن بسلوكه أو حتى بشكله. ممكن يكون كمان أيضا برأيك تصالح الذات أو قبول الذات مثل ما هي بدون أي رغبة بالتطوير أنه عائق وجه التطور؟ هلا التصارح مع الذات لا يقتضي انه انا اقول لا انا هيك وما حدا له علاقه فيه، لا، هذا صار اسمه تمرد وصار اسمه جلد للذات، لانه عم ياذي حاله هيك، لانه الناس عم تكرهه وعم يكون ما له اي شخصيه، بالعكس هو عم بيصير نكره لانه اللي حواليه عم بيبعدوا عنه. التصارح عن الذات مختلف تماما، التصارح مع الذات انه بده يحسن الشيء السلبي اللي موجود عنده، مشان هيك قلت انا انه محض الافكار السلبيه اللي موجوده عنده ويعطي شيء للعقل الباطن، لانه العقل الباطن هو بيدخلك في اللاوعي، فنحن بنعطيه شو بدنا لحتى هو يعطينا. هذا بيكون عن طريق التخلص من هاي الأفكار السلبية، عن طريق توقيف الصراع الداخلي اللي بيكون موجود عنده. هذا الإنسان اللي بيقعد بيقول لأ أنا هيك وما لكم علاقة، هذا عنده صراع داخلي عم بيعاني منه، ما عم بيحاول يعترف. التصارح مع الذات بيقتضي أنه الإنسان يوقف لحظة مع نفسه ويقول أنه أنا عندي النقطة الفلانية، أنا إنسان عنيد، أنا إنسان سيء، أنا إنسان ماني قادر اندمج مع الآخرين، أنا إنسان ماني عم أعمل شيء لقدام. يوقف هاي اللحظة هيك بينه وبين نفسه لحتى يعرف أنه شو هو، شو شخصيته هي، شو مشاعره. لازم يحكي عن مشاعره ويكتبها بالورقة والقلم ليعرف أنا شو. لازم يتصارح مع نفسه، يوقف قدام المراية ويشوف حاله ويشوف ملامحه. يا ترى هو كونه ما عم يرسم هالابتسامة، يا ترى كيف رح يتقبلوه الناس الآخرين؟ لما بيتصارح مع نفسه أكيد الناس رح تحبه، أم لما بيقعد وبيقول لهم لا أنا هيك بدكم تقبلوني هيك، معناتها هو ما له متصارح أساسا، لأنه ما تقبل النقاط السلبية اللي موجودة عنده. لأنه لو تقبل النقاط السلبية اللي موجودة عنده واعترف فيها، فأكيد هو رح يشتغل على حلها ورح يبطل يقول أنا هيك، رح يحاول يكون إنسان إيجابي أكثر، رح يكون يحاول يكون إنسان الناس تحبه، لأنه محبة الناس هي الكنز الحقيقي اللي الكل بيسعى له. فلما الإنسان بيكون متمرد، بيكون رافض للمحيطين فيه، فهو ما له متصارح مع نفسه بتاتا، بالعكس هو بيخلي بهالحالة الأفكار السلبية هي اللي عم تسيطر عليه، هي اللي عم توقف بطريقه إنه يكون متعامل مع الآخرين. والتصارح مع الذات لما قلت أنا إنه بيتعامل مع الآخرين، بالمقابل بده مع نفسه، بده يتقبل نفسه، بده يتقبل الآخرين. هي علاقة عكسية، بيتقبلوه بيتقبلون، ونفس الشيء نفس إذا ما تقبل نفسه ما رح يتقبلوه هن، وإذا ما تقبلوه ما رح يتقبل نفسه. طيب، فالحقيقة إنه بده يكون متبادلة بين الطرفين. طيب أستاذة، طب بهي الحالات اللي بيكون الشخص ما أنه متقبل نفسه وعنده قناعة أو حالة من التمرد مثل ما قلتي إنه لا أنا هيك صح والعالم هن اللي غلط، أنا مزبوط، بالتالي كيف ممكن يتم التعامل مع هيك حالة؟ هل في المحيط بيقدر ولا لا؟ هون الشخص صار بحاجة لمعالج اجتماعي أو معالج نفسي. خلينا نحكي عن هي التفاصيل، لأنه في كتير حالات من الناس ما بتكون مدركة أصلا أنه هي غلط، هو شايف نفسه هو الصح. هلأ الإنسان لما بيدخل بمتاهات وبيعقد حاله، ممكن ما يقتنع حتى بشكله، بتلاقي كتير من الصبايا بيوقفوا قدام المراية وبيطلعوا هيك بحالهم، بيلاقوا أنه أنا ماني حلوة مثلا، أو هي بجوز ما في إنسان مانو جميل، دائما الجمال موجود عند الكل، مجرد أنه إنسان فهو رب العالمين خلقه بأجمل تقويم فهو جميل. فبتبلش تبحبش على مناطق تظهر فيها عدم الجمال، فهذا بصير نوع من الاضطراب اسمه اضطراب تشوه الشخصية. فبيخضع له طبعا كتير شغلات بتنزل تحته،
منا انه الصوره السيئه اللي بيرسمها عن نفسه الانسان لازم يتقبل نفسه ويرضى باللي رب العالمين بعث له اياه. فهذا التقبل هو نوع من التفاؤل، نوع من الامل، نوع من الروحانيه يلي بتخليه يعيش مرتاح. اما لما بده يرفض الحقائق ويبلش يشتغل على شيء سيء داخله ويخلي الافكار السلبيه تسيطر عليه، اكيد هو بالنهايه رح يدخل باضطرابات نفسيه، رح يدخل بمشاكل سلوكيه، رح ما يحسن التصرف والتعامل مع الاخرين، رح يفقد مهارات التواصل. فمشان هيك اكيد بالنهايه رح يحتاج لاخصائي نفسي لحتى يوقف جنبه. وهذا طبعا مو غلط، لانه مجرد انه هو اعترف مش بمشكلته معناتها هون حل نصف المشكله. لما رح يلجا للاخصائي النفسي هو رح يعرف انه هو انسان عنده مشاكل، هو عنده اضطرابات نفسيه، هو انسان عنده مشاكل سلوكيه، هو انسان ما انه مقتنع من نفسه، ما انه عنده تصارح مع ذاته. التصارح مع الذات شغله كثير حلوه، يعني انا دائما بقول للناس لاي حدا بقول له كون انت لتكون حدا ثاني بحياتك، لتكون حدا ثاني، لا تعمل حالك مشان حدا ثاني، لا ترضي الناس اللي حواليك، لانه مهما حاولت انت لمجرد انه ترضيهم رح تدخل تماما ما رح يرضوا، لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك، بالاخير رح يتعب هو ورح هو رح يعاني. فالتصارح مع الذات يعني شغله كثير حلوه، هو اساس، الاساس هو لبناء الشخصيه، هو الاساس لتطوير الذات. الانسان مستحيل يقدر يتطور اذا ما اعترف بمشاكله. كثير مهم الانسان حتى من المشاعر والاحاسيس انه يعترف فيها، يعني حتى اذا ما حسن عنده الجراه انه يعترف فيها قدام الاخرين، يعترف فيها بينه وبين نفسه. يعني كثير حلو مثلا انا لما بشوف حدا من الناس، بشوف سلمى ولا الصبيه لابسه حلو، عبر عن رايي قول ما شاء الله لباسك حلو، شخصيتك حلوه، هذا الشيء بيعطي لإلك انت، لإلي انا اللي عم احكي، اعطاني ثقه بنفسي، وبالمقابل عطاني جرأة، وبالمقابل عطاني تصارح مع نفسي لأنه حسن تعبر عن رأيي. بالنسبة للشخص اللي مقابلي كمان هو صار حس بشعور بالأريحية، لأنه أنت عطيتيه الدافع الإيجابي والدعم النفسي اللي يخليه ينطلق نهاره بقوة ويؤدي ويكون على قد العمل اللي هو عم بيقوم فيه. التصارح مع الذات كمان بيقتضي أنه الإنسان يقوم بعمله بإيجابية، يقوم بعمله هيك بروحانية، بمحبة، لأنه كمان حتى العمل إذا الإنسان ما بيحب عمله أكيد ما رح يحسن ينجز فيه، فمحبة العمل هي كمان جزء من التصارح مع الذات. تمام. لما نحكي عن موضوع التصالح، يمكن في تقنيات أو في أساليب لازم نتبعها بشكل دوري إذا بدنا نقول، هي معنا يمكن إجراء سهل، نحن هو يمكن بيبنع من قرار أو رغبة نحن حابينها، لكن بده مراحل بتصور، أو بده كل فترة معينة نتبع تقنيات. شو هي التقنيات أو المراحل اللي نحن ممكن نمر فيها؟ أكيد هالحكي لحتى يصير تصارح من الذات مع الذات لابد من اتباع مجموعة من الخطوات. أولى هاي الخطوات هي بتبدأ بالتصارح مع الماضي، انه نتقبل الماضي مثل ما انه هو. ما في حدا، كلياتنا عنا ذكريات طفوله وعنا الام وعنا احاسيس، ولكن نحن اذا ما رح نحسن نغير الماضي ونقلب الصفحه من جديد ونقعد ننكش بهالماضي، فبالمقابل نحن لازم نتقبل هذا الماضي ويكون نقطة الانطلاق الأولى والخطوة الأولى للتصارح مع الذات. أما الخطوة الثانية يلي هي كتير مهمة، أنه نحن نحط حدود للشغلات اللي ممكن نتصرف فيها. يعني أنا الشغلات اللي قادرة أنه غيرها بشخصيتي بغيرها، ولكن الشغلات يلي ماني حسناني غيرها بتقبلها مثل ما هي، بتقبل العيب مثل ما هو كجزء خاص ومهم جدا من الشخصية. كتير مهم لحتى أتصارح، من الخطوات اللي كتير مهمة هي أنه سامح نفسي، يعني سامح نفسك لحتى ترضى عنا. ما في إنسان ما بيخطئ، كله بني آدم خطاء، شئنا أم أبينا، يعني كلياتنا، وأكيد بنغلط بمرحلة من مراحل حياتنا، وهذا شيء طبيعي لأنه نحن بشر. ولكن الشيء المطبيعي أنه نحن نلوم نفسنا على هذا الغلط، لازم نتقبل الشيء اللي غلطنا ونسامح حالنا. وجل من لا يخطئ بقول لحالي أنا أخطأت، وببلش بشيء جديد بطريقة صح. حتى لما مو بس سامح نفسي، لازم سامح الآخرين، لأنه أنت لما بيكون العفو عند المقدرة، لما بيحسن الإنسان يسامح الآخرين، فهذا رح يكون يقدر كمان يتعامل مع نفسه، لأنه كمان جزاء من أصل العمل. يعني كمان هذا بيكون مثل ما تدين تدان، مثل ما بتعاملي نفسك هي رح تعاملك. فهذا كلياته يعني بيساعد أنه نحن نكون خطوة أساسية للتصالح مع الذات. من الخطوات الكتير مهمة بالتصالح مع الذات أنه كمان نحن نكون متفائلين. من الخطوات المهمة أنه الطفل يلي موجود جوات كل حدا منا أنه يطالعه لبرا
ولما بيطالعوا يحاول يحاسبوا انه انت في شغلات معينة مثلا انعملت بالماضي انه انا ما حاول انه اطمرها، لا حاول اتقبلها لتكون خطوة لقدام. هذا الطفل كلياتنا، اي وحدة اي انثى عندها طفلة خليها تعيش مرحلة حلوة بحياتها، لا نقول نحن كبرنا وما بنحسن ابدا، لا، التصارح مع الذات باي مرحلة من مراحل الحياة لحتى نكون شخصية قوية. التصارح مع الذات بيقتضي انك توقفي قدام المراية مثل ما قلت انا وترضي عن نفسك. التصارح مع الذات انه تمسكي قلم وورقة وتقعدي تكتبي مشاعرك واحاسيسك بمواقف معينة. من الخطوات الكتير مهمة تحقيق كتابة اهداف وانه نشتغل عليها. من الخطوات الكتير مهمة انه ما في شيء اسمه التعميم، لانه التعميم هو بيلغي صفات الاشياء مثل ما الظلام بيلغي الالوان. ما فيني عمم شخصية معينة انه الناس كلها لازم تكون مثلها، هذا كتير غلط. انت الك شخصيتك وانا الي وانت الك، وهذا الشيء هو اللي بيميز الناس. عن القدوة، يعني اليوم بحياتنا صرنا نشوف كتير، طبعا بعد ما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف شخصيات جديدة، هي طبعا السوشيال ميديا صنعتها أو هي موجودة ولكن السوشيال ميديا روجت لها بشكل ما أو بآخر. صار في عنا نماذج جديدة للقدوة بحياة الإنسان، ما عاد قدوته مثل سابقا في الأب الأم الأستاذ بالمدرسة الأخ الكبير الناجح أو لا، صار قدوته شخصية ناجحة على السوشيال ميديا بالفولورز بالريتنج اللي بتجيبه، مع أنه هي ممكن ما تكون تمثل القدوة الصحيحة. لهون خليني أدخل قدي صار في صعوبة بالتعامل، حتى أنتوا لما بتتعاملوا، لما واحد بشوف الغلط صار هو الصح وهو الرائج وهو المطلوب. يعني لما بنت صارت تكون ملامحها جميلة بس صار التجميل الواضح بكل تفاصيل الحياة صارت بدها تلهس وراء هذا التجميل، أو حتى شاب بده يلهس وراء الصورة النمطية اللي صارت موجودة للرجل بغض النظر إذا كانت صحيحة أو خاطئة. صحيح كلامك 100%، وهذا كلياتنا بنعاني منه. السوشيال ميديا دخلت بيوتنا كلياتنا، اطفالنا وحياتنا وشغلنا وين ما كان، واكيد لها تاثير كثير كبير، نحن ما فينا ننكر هالشيء. هذا بالمقابل بالنسبه للقدوه، لما الانسان بده ياخذ قدوه على هو المراحل العمريه اللي عم بيكون فيها، فالمراحل الحساسه بتكون هي مرحلة اليافعين، مرحلة المراهقة. هون لازم الأهل ينتبهوا شوي ويتابعوا أولادهم ويوضحوا لهم ويرسموا لهم ويوضحوا لهم الصورة الحقيقية لهي الشخصية، إنه نحط الأسباب والدوافع وليش هي بدها تكون قدوة لإلك وشو بالمستقبل رح تحقق. نحن لما منحط هالقصص هي أكيد رح نحسن نوعي أولادنا بطريقة صحيحة لحتى ما يغلطوا وتكون قدوتهم شخصية ما خرج أبدا تكون قدوة. أما بالنسبة للفتيات اللي ما عم تعجبهم أشكالهم، هي ظاهرة كتير كبيرة مثل ما قلت لك انه هي ما عاد يقدروا يتصوروا على التليفون اذا ما حطوا فلتر، يعني أكيد. ما عاد يقدروا يشافوا نفسهم بالصوره الحقيقيه، وهي كارثه لانه اللي بيشوف نفسه من خلال صوره مشوهه، صوره مصطنعه، ما عاد يقدر يتقبل نفسه شو ما عمل، يعني قد ما كان. اكيد اكيد للاسف، وهي شغله كثير يعني عم تاثر بمجتمعاتنا نحن الشرقيه بالذات، وخصوصي بالوقت الحالي اللي هلا ما في شيء يعملوه غير هالموبايل اللي بين الايدين، فهذا هو عم بيخلي انه الصور والشغل عليه هو اخذ الحيز الاكبر. بس مثل ما ذكرت، هي دائما التوعيه من الاهل، من المدارس، من وسائل الاعلام، كثير مهم انه نحن نستعين بصديق. دائما الصديق هو كثير مهم، انه يكون نقد لك، لما بيكون في صديق حقيقي بيحبك عن جد هو ممكن ينتقدك، هذا النقد هو كثير بيكون له تاثير ايجابي بالشخص يلي عم بيحاول يتجه اتجاهات ما رح نقول انه انحراف او شيء، ولكن اتجاه غير حقيقي او رسم صوره مشوهه للواقع. حلو الانسان يعيش حياته مثل ما هي، لما بيتقبل حاله هو اكيد الناس رح تتقبله. اذا انا ما تقبلت حالي مثل ما كنت، كيف الناس والمجتمع بده يتقبلني؟ كثير مهم الانسان يهتم بصحته، مو غلط ابدا. الصحه، الرياضه، الاهتمام بالنفس والجمال هو شغله كثير حلوه. رتوش ما بيأثر انه الانسان يشتغل على حاله، ولكن ما يغير الملامح الطبيعيه. لما بيكون في تشويه معين وما تمادى الإنسان بالشغل على حاله، فهون بيكون ضمن الحدود الطبيعية. إذا عدل هالشي طبعا هو لأنه بجوز يعطيه ثقة بالنفس أكثر، لأنه في بعض الشخصيات ربما يكون أنه في مشكلة بالوجه مثلا، لما بتعدل فيها بيعطيها ثقة بنفسها أكثر وتنطلق أكثر. هذا طبعا مغلط ولا نعيب أبدا، لأنه هو مثل ما ذكرنا نحن بالبداية بتعريف التصالح مع النفس أنه تعديل نقاط الضعف. لما بيحس أنه هالشي هذا عم يعطيكي نقطة ضعف، مغلط أنه أنا عدل فيه لحتى يصير نقطة قوة لي، ولكن التمادي
بالتعديل وعدم قبول الواقع هو هون بيدخل باضطرابات نفسية وما بيخلص. يعني مثل ما نحن بنشوف بعمليات التجميل في بعض الشخصيات بتدخل وما بتخلص لحتى توصل لتشويه بالنهاية. صحيح. وبتندم على اللحظة اللي بلشت فيها من البداية. أما الرتوش البسيطة مع المحافظة على الشكل الجميل هو كتير حلو، لأن أن الله جميل ويحب الجمال، وهذا الشيء طبيعي وكل الناس بيحبوا هالشيء هذا. ولكن أنه لما بدنا ناخذ قدوة لنا ناخذ القدوة الإيجابية اللي بتكون محققة، مو لايكات لأنه أخذي على الشكل أو المظهر أو هيك، لا، تكون محققة لايكات على المضمون لأنه عم تقدم فكرة معينة. دائما الإنسان بحاجة لقدوة بحياته، كلياتنا بمرحلة من مراحلنا مرينا وكان في إلنا قدوة أكيد، وتمنينا بلحظة من اللحظات نكون مثلها، وهذا شيء حلو لأنه بيعزز الطاقة الإيجابية عندك وبيحط لك هدف وبتحاولي تشتغلي عليه. أما لما الإنسان بيكون بلا هدف بضيع بالحياة. يعني اختيار القدوة المهمة كتير ضرورية، وهذا طبعا بينبع من الأسرة، والقدوة الأساسية هي الأهل، الأم والأب لازم يكونوا دائما تعاملهم جيد، لازم دائما يكون أسلوب الحوار هو اللي موجود ضمن الأسرة، لازم يخلوا أولادهم ما يسكتوا أولادهم لما بدهم يحكوا الفكرة، يخلي الولد يعبر عن شخص لحتى يحسن يكون متصارح مع نفسه من هو وصغير. أم أنا لما ببلش بطفولة سيئة وبيوصل بعدين لمرحلة المراهقة وبيجي بدي حاسبه هون كمان، يعني كمان صارت هون مشكلة. خلينا نبلش بطفولة جيدة للناس اللي عم تبلش حياتها جديد، أنه عاملوا أطفالكم بشكل جيد، خلوهم يعبروا عن شخصيتهم. دائما التمرد والعناد ما نصفة سيئة أبدا مثل ما بتفكروا، كل شيء ما بيزيد عن حده هو بالحدود الطبيعي هو شيء مقبول، لأنه لما بيكون عناد بيكون تعبير عن الرأي، هو بيكون هذا نوع من أنواع الشخصية. كتير مهم كمان في شغلة ما حكيتها للتصارح مع الذات، عدم التعصب، لأنه دائما لما بيكون في تعصب للرأي هذا لحاله بيخليك ما تتصارحي مع نفسك. والتعصب للرأي بيكون أنه لما بيكون بمجتمع حدا عنده فكرة معينة بيقعد إجباري بده يطرحها وإجباري بدك تآمني فيها، ما عنده أبدا قدرة أنه يتقبل آراء الآخرين. لحتى يصير في تصارح مع الذات لازم أتقبل الناس اللي موجودين معي وأطرح فكرتي بكل أريحية، وافقوا عليها تمام، ما وافقوا عليها نو بروبلم، ما في مشكلة أبدا يعني. أما أنه يصيروا بالنسبة لي أعداء لأنه ما نون نفس أفكاري، لا، المجتمع فيه أفكار كتير وفيه عقائد وفيه أي شيء، نحن هذا كلياته هذا الاختلاف هذا هو اللي كمان اللي بيصنع الإنسان. لحتى تتقبلي الناس اللي حواليك لازم تتقبلي نفسك. يعني نقاط كتير ضوينا عليها مع حضرتك بما يخص تصالح الذات، ركزنا أكثر شيء مع حضرتك على موضوع تقبل الذات، على موضوع القناعة وتقبل الاختلاف. بالوقت المتبقي بدنا نسأل عن نقطة كتير مهمة هي جلد الذات ولوم الذات الزائد، أيمت بيتحول لشيء سلبي وأيمت بيكون إيجابي؟ هلأ هي جلد الذات من الشغلات هي بتاخذ جانبين وهي إلى طرفين، جانب معنوي وجانب جسدي. أحيانا جلد الذات بيكون عن طريق أذية الجسد، يعني كنوع من تشطيب الجسم، بيكون هذا نوع من غالبيته بيكون عند المراهقين بمرحلة من المراحل نتيجة رفض تلبية رغباتهم، أو بيكون نتيجة أنه شعور بالإحباط باليأس، فبيلاقوا طريق هو أنه تشطيب الجسم تشطيب الذات، فهون بيعمل لهم شعور بالأول بالألم، ولكن هذا الشعور بالألم يتحول إلى شعور باللذة، فهذا الشعور باللذة لما بصير عندهم بخليهم يكرروه أكثر من مرة، فهذا هو الجانب الجسدي. أما الجانب المعنوي فهو أنه التكرار بصير عادة مستمرة وبيتم بأذية النفس وجلدة ومحاسبة النفس، وهذا كتير سيء. هلأ جلد النفس بالحدود الطبيعية هو مراقبة الضمير، يعني نوع من مراقبة الضمير، ما في مشكلة عليه أبدا. لما الإنسان بيمر بموقف غلط وبيحاول يصحح الموقف ويعترف فيه مثل ما ذكرت ويلوم نفسه أنه أنا ليش هيك عملت إلى حد ما، فهذا نوع من محاسبة الضمير. أما لما هذا اللوم بيستمر لفترات طويلة وبيأثر على شخصيته وعلى حياته، فهذا هون نوع من جلد الذات وبيسبب أذية نفسية كتير كبيرة. أكيد الله لا يجيب طبعا هاي الأذية لحدا. وأكيد معلومات كتير مهمة اليوم ما أخذناها من حضرتك، شكرا كتير لوجودك معنا أستاذ السلام القاسم. شكرا لكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير، شكرا كتير.